بسم الله. ربنا أعنا على الاستقامة وبعدنا عن كل ندامة يا كريم. أيوة يقول فلا يبتل كن آبان الأنعام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كل شيء هاو البيئة تغير هاو فشفاشة يعني تخلق البنيان البيئة هاو كذا بلاستيك أو كذا كذا هذا تغيير لبيئة هي هيئة ربي لأن يتمتع بها الإنسان كل ما لم يدخل عليها أي إضافة مسيئة لها. أنا لي كومبورتمون الكريدي دي زوردر فريمون كوم انكومونسيرابل ما تنجمش تحدد إلى أين تأتي هذه السلوكات منا في ميدان اضطراب السنين والأعواء والشهور والأيام والليالي كل شيء دخل بعض. والله العظيم ما عادش تتمتعوا بأي ظروف بيئية فيها خير لكم وأمن لكم حتى ترجعوا إلى الله. وقلنا لا يرفع مقت الله وعذابه إلا الجماعة اللي هي نزل عليها العذاب إلا ترجع لله عن طريق التوبة. وقلنا في آخر سورة البركان الكريتيريون لنا تلقاو تبيين قرآني لما نحن بصدد الحديث عنه. يقول ربي ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. بعد نرجو الفيديو التالية حول الله تعالى.